منذ فجر التاريخ برع القدماء المصريون في استخدام الآلات الموسيقية في الحروب لتحفيز جنودهم وفي الاحتفال بالانتصارات، ودونوا ذلك على جدران المعابد لتخليدها. عرض الموسيقات العسكرية. لوحة هندسية شكلها رجال الموسيقات العسكرية تعكس مستوى راقيا من التدريب. سنشاهد الآن مشهد النصر من أوبرا عايدة معبرا عن احتفالات النصر، ويتقدم المشهد العجلة الحربية، ومن الخلف المسلة الفرعونية. Thank you.
كان العازفون بأجسادهم رمز مفتاح الحياة، وعلى الأجناب شكل العازفون الأهرامات الثلاثة.